تنفيذا لتوجيهات فريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ودعمه المتواصل لاتحاد الشرطة الرياضي لصقل وتطوير إمكانات منتسبي الوزارة. انطلقت منافسات بطولة الشرطة للرماية في نسخته 36 بميدان الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتستمر حتى 22 فبراير الجاري. طبعا هاي البطولة بالنسبة لبطولة اتحاد الشرطة رقم 36 اللي تستضيفها شرطة الشارجة، والحمد لله نظام البطولة من ناحية التجهيزات الميادين والأمور هذه ممتازة، والحمد لله نحن وصلنا اليوم لمنافسة بندقية رجال، والحمد لله النتائج اللي أشوفها الحين بالنسبة للفرق كلها في تنافس شديد على المراكز الأولى، وخاصة يمكن نوعا ما حسمت ما بين المركز الأول والثاني. أقول يا هي اللي في الميادين ترمون، حنا ترى من قبلكم قد رمينا، قدنا بنادقنا على قود موزون، وبنصة التتويج ياما اعتلينا. اليوم كانت مسابقة البندقية طبعا مشاركة 6 رماة من كل إدارة، 4 وضعيات في المسابقة، من البداية من 200 متر والانطلاق إلى 100 متر وضعيتين والخمسين متر. الفعالية الحمد لله اليوم كانت مميزة، والأحوال والطقس كان جيد، وكانت النتائج ممتازة خاصة لشرطة البضبين، الحمد لله يمكننا حصلنا على المركز الأول. تشتمل البطولة على العديد من المسابقات التي تعكس مهارات استخدام السلاح عند رجل الشرطة والرماية بالبندقية من ضباط ورجال وسيدات، يتنافس خلالها 480 مشاركا يمثلون 10 فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، إضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية. كانت مسابقة وايد حلوة، أنا استانست فيها واكتسبت فيها خبرة لأني أول مرة أشارك، والحمد لله رب العالمين حصلنا على المركز الثاني، ومع التدريبات إن شاء الله المكثفة الجاية إن شاء الله في السنوات القادمة إن نطمح نحن دائما نحصل على المركز الأول. نجاح اليوم يعنينا الكثير صراحة، لأن مثل ما أنت شايف نحن كل سنة نتطور أفضل وأفضل عن السنوات اللي سابقة، وبإذن الله إن شاء الله السنة الجاية السنة هاي حرز المركز الثاني إن شاء الله نطمح إني بمركز الأول بإذن الله. بطولة الشرطة للرماية تجسد حدثا رياضيا هاما يسعى للتآلف والتجانس قبل تحديد المراكز والمراتب، من هنا كان النجاح المستمر الذي تحققه بطولات الرماية المتتالية بما يتناسب والطموحات والمكاسب التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي في الدولة ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين الذين يحققون نتائج إيجابية وبطولات تفخر بها الدولة. إذن المشاهدين للتعرف أكثر على تفاصيل النسخة 36 من بطولة الشارقة للرماية يسرنا الترحيب عبر الهاتف بسعادة العميد خليفة المري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة 36. مساك الله بالخير سعادة العميد. مساك الله بالخير والنور أخي. أهلا وسهلا. طبعا سعادة العميد بطولة الشرطة للرماية من أهم البطولات في الحقيقة اللي تنظمها وزارة الداخلية، يعني من خلال هذا التجمع اللي يحضر معظم أو غالبية القيادات الشرطية على مستوى الدولة، يعني تسعون من خلال هذا التجمع أو تسعى كذلك وزارة الداخلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، حدثنا عن أهداف هذه البطولة السنوية والتي تقام في نسختها الحالية هنا في إمارة الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر تلفزيون الشارقة على تغطيته لفعاليات القيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل خاص ووزارة الداخلية بشكل عام، وكذلك برنامج أماسي على تغطيته الدائمة والمبادرات التي يقوم بها لتغطية هذه الفعاليات المهمة لوزارة الداخلية. العفو. أهداف هذه البطولة طبعا أهداف كبيرة، أهداف رياضية، أهداف حرفية لرجل الشرطة، صحيح. حيث أن رجل الشرطة محتاج لاستخدام القوة في بعض الحالات، ومن خلال هذه البطولة نسعى إلى تطوير الرماية من خلال وضعها في مجال المنافسات في وزارة الداخلية. جميل. فهي يعني بطولة رياضية احترافية
تهتم فيها وزارة الداخلية. جميل جدا. طيب ما هي مدة المنافسة في هذه البطولة وأهم مراحل البطولة؟ هي المنافسة طبعا تنطلق انطلقت من أسبوع ومدتها أسبوعين. يجتمع فيها تقريبا 500 شرطي وشرطية يعني من عنصر الرجال والنساء، يتنافسون على عدة بطولات، منها بطولة البنادق للنساء وكذلك البنادق للرجال وكذلك المسدس للرجال والنساء وبطولة إسقاط الصحون وكذلك منافسة الرماية التكتيكية. الرماية التكتيكية طبعا تستمر 3 أيام، طلقت البارحة واليوم راح نختم فيها الرماية التكتيكية غدا إن شاء الله. جميل، يعني ما شاء الله نحن كذلك تابعنا البطولة منذ يومها الأول، واللي من خلالها حقق فريق الشرطة النسائية بالقيادة العامة للشرطة الشارقة المركز الأول. نبارك لكم في الحقيقة هذا الإنجاز. ماذا عن الأيام التي تلت اليوم الأول؟ والله الحمد لله البطولة شديدة وقوية طبعا، الحمد لله أكرم في اليوم الأول بذهبية العنصر النسائي واليوم الثاني بفضية الرجال بنادق. ما شاء الله. ومثل ما قلنا الرماية التكتيكية طبعا هي من أصعب وأقوى البطولة، في تستمر 3 أيام صحيح، فيها 18 ستيج. الرامي والرامية لابد أن يمر على 18 ستيج لمدة 3 أيام صحيح، وتجمع النتائج طبعا لابد تحتسب الدقة والمهارة والسرعة صحيح وقلة الأخطاء صحيح. والمنافسة ما شاء الله يعني قوية، راح تطلع النتائج غدا إن شاء الله. باشر اليوم الختامي؟ لا، باشر اليوم الختامي للرماية التكتيكية. لازال عندنا أسبوع باقي. نعم. رماية الضباط مسدس والنساء مسدس وكذلك مسابقة إسقاط الصحون صحيح. راح يكون يوم الختام إن شاء الله الخميس بإذن الله القادم اللي بعد القادم إن شاء الله الأسبوع القادم تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية وبحضوره. نعم نعم جميل. طيب سعادة العميد، ما هي أهم الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة؟ كذلك حدثنا عن الفرق المشاركة معاكم في هذه النسخة. نعم، تشارك السنة جميع القيادات، قيادة شرطة أبوظبي، قيادة شرطة دبي، قيادة شرطة الشارقة والفجير وأجمان وأم قرمين ورأس الخيمة، كذلك جميل. مدرسة الشرطة الاتحادية وكلية الشرطة في أبوظبي. ما شاء الله تقريبا يشارك 500 لاعب ولاعبة في هذه البطولة، تجمع من أكبر تجمع رياضي في وزارة الداخلية وبطولة من أهم بطولات التي يرعاها سيدي صاحب السمو وزير الداخلية. نعم. والمنافسة قوية وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. لاحظنا كذلك سعادة العميد تواجد لوزارة الداخلية السعودية، هل هم ضيوف شرف أم مشاركين في هذه البطولة؟ نعم، هذه ليست المشاركة الأولى للمنتخب السعودي. في البطولة الماضية الحمد لله كان تواجد للمنتخب البحريني والمنتخب الكويتي. فالحمد لله من قوة هذه البطولة وزارة الداخلية تريد أن تنشر هذه يعني نوعية الرماية وخاصة الرماية التكتيكية صحيح. في دول مجلس التعاون. طبعا دولة الإمارات سباقة لاستضافة هذه البطولات ونشر حكي. هذه الرياضة التي ترقى وترفع من مستوى رجل الشرطة في دول الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص. صحيح، كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه البطولة وفي جميع الفعاليات التي تنظمها وزارة الداخلية عموما والقيادة العامة لشرطة الشارقة على وجه الخصوص. الشكر موصول لك سعادة العميد خليفة المري رئيس اللجنة المنظمة. شكري الجزيل لتلفزيون الشارقة وبرنامج أماسي العفو. على مبادراته ورعايته الكريمة لجميع فعاليات وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل خاص. العفو، شكرا شكرا لك.